Hello everyone، أهلا بيكم في فيديو جديد من منهج الصف الخامس الابتدائي Connect 5. النهاردة يا شباب هنكمل Unit 4، الدروس اللي موجودة معانا Reading I help my community، أنا أساعد مجتمعي. فوضوي، الكلمات اللي موجودة معانا فوضوي messy، حشائش ضارة weeds، مجتمع community، بذور seeds، حديقة garden، دار harmful، متسخ dirty، أشعة الشمس sunshine، تربة soil، مفاجأة surprise، خضروات vegetables، صحي healthy، نوع kind، جاهز ready، فاكهة fruit، مسرور glad، look and read، انظر واقرأ، ماجد and the community garden، ماجد ومجتمع أو النظام للحديقة، ماجد's mom invited him to go to the community with her. Community garden with her. Maggie's mom invited him to go to the community garden with her. مامة ماجد دعته، قالت له تعالى معايا لمجتمع الحديقة، عندها جزء كده عاملاه حديقة معاها. At first he didn't like it. في الأول ما كانش عاجباه الفكرة، ما كانش عاجبه المكان. It was dirty and messy. كان متسخ وفوضوي. And he thought he didn't like plants. وهو كان بيعتقد انه ما بيحبش النباتات. But Maggid is a kind boy. ولكن ماجد ولد طيب وعطوف. And he went to help his mom. وراح يساعد مامته. Together they worked in their part of the garden. معا اشتغلوا، عملوا مع بعض. They worked in their part of the garden. في الجزء الخاص بتاع الحديقة بتاعهم. They dug the soil. الماضي بتاع dug. يحفر التربة، هم حفروا التربة. They planted vegetables and fruit seeds. ابتدوا يزرعوا بذور الخضروات والفاكهة. He watered plants every day to keep them healthy. كانوا أو هو كان بيسقي النباتات كل يوم علشان يحافظ عليها بطريقة صحية. He took out the seeds and harmful plants. هو انتزع الحشائش الضارة والنباتات الضارة. ماجد and his mom took the beans, tomatoes, and strawberries to the people in the community. ماجد ومامته أخذوا البقوليات والطماطم والفراولة للناس في المجتمع. They were so happy. كانوا سعداء جدا. To receive all delicious food. كل الأكل اللذيذ دوت. And ماجد felt very glad. وماجد شعر إنه مبسوط جدا جدا. Lesson 5 and 6. تابا My favorite eco resort. طابة هي المنتجع السياحي المفضل لدي. تعال نشوف الكلمات اللي موجودة معانا. صديق للبيئة، eco friendly، بيوت صغيرة بيئية، ecologist، عطلة holiday، نشرة إعلانية flyer، بناء مبنى structure، تنزه hiking، معسكر camp، منتجع سياحي eco resort، أنشطة activities، عنوان رئيسي main heading، وجبة meal، ممتاز excellent، رائع fascinating، طابة جبل mountain، ماعز جبلي بري ibex، معسكر campaign، وجهة بيئية eco destination، وادي valley، سيناء عنوان فرعي sub heading، في عنوان طبعا رئيسي main heading والعنوان الفرعي sub heading، كوخ hut، the flyer advertising the eco holiday in طابة، النشرة الإعلانية عن الأجازة البيئية في طابة. Perfect ecotourism in Egypt. نظام أو من أجمل النظام السياحة البيئية في مصر. ده الإعلان. Meet the local people. قابل الناس المحليين، السكان المحليين. Talk to them about their way of life. تكلم معاهم عن طرق وطريقة حياتهم. Enjoy the wildlife. استمتع بالحياة البرية للحيوانات والكائنات الحية. Come and see the most fantastic wildlife in Egypt. تعال واستمتع بأجمل البيئات الطبيعية الرائعة في مصر. We have a wonderful fish, birds and animals. لدينا الكثير من الحيوانات والطيور والأسماك الرائعة. Enjoy the local culture. استمتع بالثقافة المحلية. Visit Nawamis, a 6,000 year old village. زور قرية نوامس اللي بقالها أكتر من 6,000 سنة. قرية موجودة من سنوات 6,000 سنة. Stay in your comfortable huts.
استمتع وقيم بإقامة في كوخ صغير. There are cool and eco-friendly، وبتكون طبعا أكواخ بيئية ومصادقة للبيئة. Take part in exciting activities، تعال واستمتع وخد دور وشارك في الأنشطة المثيرة. You can hike، تستطيع أن تتسلق، swim and dive، وتسبح وتغطس. وبكده يا شباب نكون خلصنا يونت 4. أتمنى تكونوا استفدتم، يعني فيديوهاتنا بتكون قصيرة عشان ما يكونش وقت الفيديو كبير. فدي فكرة عامة وسريعة على يونت 4 من منهج كينكت 5. كان معاكم مستر محمد إبراهيم، ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة أصدقائكم. Thank you.